الرئيس السيسي يؤكد أن الشباب هم كلمة السر لعالم أكثر استقراراً وسلام. قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية يواصلان اجتماعاتهما في القاهرة لليوم الثاني. واليونان تدعو الاتحاد الأوروبي لتقاسم أعباء المهاجرين بشكل أكثر عدلا. التاسعة مساء السابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد لمناسبة اليوم العالمي للشباب. وأكد الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن أن شباب مصر يثبت يوما بعد يوم أنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يحقق بهم مستقبلا أفضل لمصرنا العزيزة. هذا وقد نشر الرئيس عبد الفتاح السيسي فيديو على صفحته بموقعي فيسبوك وتويتر لمناسبة اليوم العالمي للشباب. وفي تعليق له على الفيديو أكد الرئيس السيسي أن إيمانه بالشباب يزداد يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن الشباب هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارا وسلام. أوصيكم بالتمسك بأحلامكم والعزم على تحقيقها دون حيود أو انحراف عن أهدافكم السامية. اعملوا بكل جهد واجتهاد من أجل مستقبلكم ومستقبل أوطانكم. اجعلوا الحوار وتقبل الآخر دستوركم، والإنسانية شريعتكم، والعمل منهجكم. عقد النية على أن تجعلوا أوطانكم وعالمكم أكثر سلاماً واستقراراً. اجعلوا معركتكم من أجل الغايات النبيلة هي أسمى معارككم. حافظوا على نقائكم وحماسكم، ولا تحيدوا عن النسق الإنساني الحقيقي. في 12 من أغسطس من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للشباب، الذي بدأ منذ العام 1998 عندما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم يوما رسميا لشباب العالم. منذ العام 2016 وتحرص مصر على عقد مؤتمر وطني للشباب ليكن بمثابة منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة والشباب. انبثق من هذه المؤتمرات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ الذي أشادت به المنظمة الدولية. لاقت منتديات الشباب التي تعقدها مصر بصفة دورية بحضور الرئيس السيسي نجاحا كبيرا، وبرهنت عليه إشادات دولية أثنت بالفكرة الملهمة وبمصر كملتقى للأفكار الساطعة.
وبجانب الإعجاب الذي أبداه عدد من رؤساء الدول والمنظمات العالمية بفكرة منتديات الشباب والحرص على التعرف على التجربة المصرية، فقد نجحت بعثة مصر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان الدولي بعنوان الشباب وحقوق الإنسان، والذي يعتبر أول قرار أممي تتم فيه الإشارة إلى مساهمات منتدى شباب العالم باعتباره محفلا دوليا لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب. أيضا الأمم المتحدة كانت حاضرة بمنتدى شباب العالم من خلال مشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون للأمم المتحدة الإنمائي، والذي أكد خلال إحدى جلسات المنتدى أن مشاركة الشباب في المنتدى وسيلة فعالة، مطالبا بوضع استراتيجيات شاملة لإدماج الشباب في النشاط الاقتصادي. كذلك أعربت جياثما وكرمانياكي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشباب عن سعادتها بالمشاركة في منتدى شباب العالم وسماع الجميع حول مختلف الموضوعات في حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في أول أيام التشريق مبتدئين بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويقضي الحجاج في مشعر منى ليلة 11 و12 و13 أو ليلتين لمن أراد التعجل. وبعد رمي الجمرات في آخر أيام الحج يتوجه الحاج مرة أخرى إلى مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق بعد أداء الحجاج مناسكهم. هذا وقد دعت السلطات السعودية ضيوف الرحمن إلى توخي الحذر بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت على المشاعر المقدسة في منى. هذا وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالحج أن الأمطار التي هطلت على المشاعر المقدسة لم ينتج عنها ما يعكر صفو ضيوف الرحمن. الله أكدت البعثة الرسمية للحج عدم اكتشاف أي حالات وبائية بين الحجاج المصريين، وأشارت إلى أن البعثة الطبية تقدم مجهودات كبيرة من أجل المحافظة على صحة الحجيج المصريين، لافتة إلى أن أعضاء البعثة الطبية قاموا بجولات تفتيشية بمطاعم الفنادق التي يتواجد بها الحجاج المصريون من أجل الاطمئنان على سلامة الطعام المقدم لهم، كما تم القيام بجولات تفتيشية داخل مقرات الحجاج المصريين من أجل التأكد من سلامة الأطعمة التي بحوزتهم حتى لا تسبب أي حالات تسمم حفاظا على صحتهم. شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفل الاستقبال السنوي لكبار المسؤولين ورؤساء الوفود في الديوان الملكي بقصر منى. وفي كلمة له قال الملك سلمان إن المملكة سخرت كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن وفق مشاريع متكاملة تهدف إلى تيسير أداء الحج وسلامة قاصدي البيت الحرام والمسجد النبوي.
يواصل اليوم وفد من قوى الحرية والتغيير السودانية اجتماعه مع قيادات الجبهة الثورية السودانية في القاهرة لليوم الثاني على التوالي في إطار الجهود التي تبذلها مصر لحل القضايا الخلافية بين الأشقاء بالسودان. هذا وأكد المجتمعون بالقاهرة في تصريحات لأكسترا نيوز أن ما تم إنجازه كبير ويحتاج لسلام حقيقي وعدالة للحفاظ عليه، مشيرين إلى السعي لبناء دولة القانون. قضية السودان هي ليست قضية حرب، الحرب هي واحدة من إفرازات المشكلة السودانية، الحرب والعرق والدين والثقافة وتقسيم السلطة وتقسيم الثروة، كل هذه إفرازات للمشكلة السودانية. هي المشكلة السودان متعددة الجنسيات، السودان متعددة الثقافات، فيه تعددية في كل شيء. هذه التعددية لم تدار الإدارة الواجبة اللي ممكن من خلالها تبنى الدولة السودانية بالطريقة المثلى، دولة المواطنة ودولة القانون الذي يحترم هذا يعني هذا التباين وهذا التنوع. فهذا ما نسعى إليه. هي مشكلة السودان هي مشكلة المواطنة المتساوية ودولة القانون، لكن الحرب كإفرازات لابد من معالجتها لكي نوصل إلى الدولة الذي نريده بدون الحرب، بدون إيقاف الحرب وبدون معالجات بعض إفرازات الحرب لا يمكن الجلوس على طاولة واحدة والوصول إلى الحل السليم لقضية السودان. الذي تسعى إليه الجبهة الثورية الآن أن المزج بين السلام والديمقراطية حتى لا ينفرض عقد الديمقراطية مرة أخرى، والمسعى هنا أيضا للاتفاق مع إخوتنا في وأخواتنا في قوى الحرية والتغيير أن يقدموا مسألة السلام. في تجاربنا السابقة عادة ما نقدم مسألة الديمقراطية والحكم المدني على مسألة السلام، وتأتي الحرب لتفسد علينا الديمقراطية. هذه المرة نريد أن نعطي وزنا أكبر لمسألة السلام حتى نضمن استمرار الديمقراطية واستمرار الحكم المدني. ما أنجز حتى الآن عبر الثورة الشعبية التي استمرت، والثورة عملية تراكمية من عام 89 وأنجزت بصورة نهائية من ديسمبر إلى يومنا هذا، نعتقد ما تم إنجازه شيء كبير، ولكن المحافظة عليه يحتاج إلى سلام حقيقي، إلى عدالة حقيقية في المجتمع، إلى شعور كل أهل السودان بالانتماء لهذا البلد وبملكيتهم لقرار هذا البلد. نحن لدينا في تاريخنا السياسي تجربتين انتقاليتين، بعيد ثورة أكتوبر 64 وبعيد انتفاضة مارس أبريل 85. وفي الحقيقة في كلا التجربتين وفي كلا الفترتين الانتقاليتين كان يتم الاهتمام بقضية ترتيبات الحكم والتحول الديمقراطي على حساب قضية السلام، والنتيجة أنه لا في ديمقراطية ولا في سلام، لأن السلام هو حجر الزاوية في استدامة الديمقراطية. ولذلك نحن في قوى الحرية والتغيير طرحنا منذ وقت مبكر أن تكون الأولوية لقضية السلام وأن تمشي جنبا إلى جنب مع عملية التحول الديمقراطي. يعني لا يجب أن نهتم بعملية التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الحكم الانتقالي على حساب قضية السلام. وأنا أتمنى أن تظل قضية السلام في صدارة أجندة كل القوى الموجودة داخل قوى الحرية والتغيير. إن استفادة من تجربة السابقة، نحن الآن بصدد الاهتمام بقضية السلام، ومن هنا جاءت استجابتنا لهذه الدعوة في هذه الظروف الضيقة لإحساسنا بمدى أهمية هذه القضية. وقعت اشتباكات عنيفة على محور طريق المطار وعين زارة جنوب طرابلس، ذلك مع انتهاء الهدنة المعلنة في العاصمة الليبية بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات المسلحة الإرهابية. كان لواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي قد أعلن السبت الماضي عن هدنة وإيقاف العمليات العسكرية في طرابلس وضواحيها حتى يوم الاثنين لمناسبة عيد الأضحى المبارك، محذرا الطرف الآخر من أي خرق من الهدنة. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا دكتور محمد الزبيدي المحلل السياسي الليبي. دكتور محمد أهلا وسهلا بك وكل عام وأنتم بألف خير. يعني انتهت المهلة أو الهدنة بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، يعني هل على مدار فترة الهدنة رصدت أي خروقات من قبل الميليشيات الإرهابية وماذا بعد هذه الهدنة؟
كل سنة وحضرتك طيبة وطاقم القناة بخير والشعب المصري الحبيب بخير وبعزة وبرفعة وبتوفيق. الهدنة لم تصمد منذ اللحظات الأولى، الميليشيات أعلنت عدم انصياعها لما تم الإعلان عنه من قبل حكومة الوفاق بأنها ملتزمة بهدنة عيد الأضحى. مباشرة فور إعلان حكومة الوفاق عن هذا الأمر قامت ميليشيا الصمود برئاسة المجرم الدولي المطلوب للعدالة الدولية صلاح بادي بأنها في حل من أي وقف لإطلاق النار وأنها سوف تستمر في عملياتها، واستمرت وتعرضت منطقة سوق الجمعة يوم العيد يوم أمس، تعرضت إلى قصف بقذائف الهاون وبالصواريخ أدت إلى جرح 3 أو 4 أشخاص بجراح متفاوتة. كذلك تعرضت مطار معتيقة أيضا لقصف بقذائف الهاون، توقفت الرحلات الجوية بالكامل وأغلق المطار يوم أمس. وهذا اليوم منذ الصباح حاولت الميليشيات الالتفاف على التمركزات الجيش في طريق المطار، لكن اليقظة كانت موجودة لدى قواتنا المسلحة وتمكنت القوات المسلحة من صد هذا الهجوم وهذه العملية التي أرادت الميليشيات القيام بها. مسألة الصمود أي اتفاق لإطلاق النار لوقف إطلاق النار مع الميليشيات هذا أمر عبثي، لأن بالنسبة للميليشيات لا يردعها رادع وليس لديها أدنى اهتمام والله أدنى مراعاة لحرمة المدنيين أو حرمة المناسبات الدينية أو ما إلى ذلك. ولهذا موضوع حسم المعركة مع هذه المجاميع الإرهابية في طرابلس أمر لا مفر منه، يعني لابد أن الجيش يدخل في معركة حاسمة معها، وهذه المعركة الآن ترتيباتها النهائية أوشكت على الانتهاء، ودخول طرابلس أمر لا مفر منه ولا جدال فيه. طيب يعني ماذا بعد الهدنة ويعني ماذا عن تقدم أو إلى أين وصل تقدم القوات الجيش الوطني الليبي في معركة الكرامة لتحرير طرابلس؟ المحاور السبعة اللي موجودة في طرابلس الجيش حافظ على تمركزاته في كل الأماكن التي وصل إليها. أكبر تقدم للقوات المسلحة في محور صلاح الدين، محور صلاح الدين معسكر اليرموك، هذا أكبر تقدمات، لأن الجيش الآن وصل إلى حي صلاح الدين لا يفصله إلا كيلومتر واحد عن أكبر تجمع سكاني هو الهضبة. في حال وصول الجيش في أي لحظة من اللحظات وصول الجيش إلى حي الهضبة أصبحت معركة طرابلس منتهية، لأن الهضبة بها أكثر من نصف سكان طرابلس، علاوة على أنها حاضنة كبيرة جدا للجيش، علاوة على أن الميليشيات تستغل هذه المنطقة للتمركز ما بين المدنيين، ولكن سكان الهضبة في انتظار قدوم طلائع القوات المسلحة للانقضاض على الميليشيات. فما أن يدخل الجيش إلى الهضبة وهي مسافة قريبة جدا لآخر نقطة موجود فيها الجيش الآن، تعتبر معركة طرابلس قد حسمت بالكامل. طريق المطار أيضا المحور الثاني فيه تقدم إيجابي، وصل الجيش إلى كوبري طريق المطار بينه وبين بوسليم حوالي 2 كيلو متر فقط لا أكثر ولا أقل. أما بقية المحاور الأخرى الجيش حافظ على تمركزاته وعلى الأماكن التي وصل إليها، لم يفقد أي نقطة ولم يتقدم خلال 4 أيام أو 5 أيام الماضية. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الزبيدي المحلل السياسي الليبي، كنت معنا عبر الهاتف. قررت الأمم المتحدة تخفيض عدد موظفيها في مدينة عدن اليمنية إلى النصف، وأفادت مصادر يمنية بأن هذا الإجراء يأتي تمهيدا لسحب جميع الموظفين الأمميين على مرحلتين. وهذه الخطوة الأممية تأتي بعد اشتباكات شهدتها عدن خلال الأيام الماضية بين قوات الحماية الرئاسية والحزام الأمني، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
من ناحية أخرى، قتل وأصيب عدد من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط اليمن. وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة اندلعت عقب هجوم الميليشيات، حيث تمكنت قوات الجيش والمقاومة من دحر الهجوم وإلحاق الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد. أكد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن المملكة العربية السعودية هي الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة. وخلال لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في منى، دعا بن زايد الأطراف اليمنية لاغتنام فرصة الحوار في السعودية، مشددا على أهمية دعوة السعودية لليمنيين للحوار لنزع فتيل الفتنة. كما التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، وتناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الإقليم بما في ذلك التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق أمنها واستقرارها. تمكن الجيش السوري من السيطرة على كل من تل سكيك وبلدتي سكيك والهبيط الاستراتيجية في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي بعد اشتباكات مع الجماعات الإرهابية المسلحة. هذا وتفقد العماد علي أيوب نائب القائد العام للجيش السوري وزير الدفاع بلدة الهبيط بعد ساعات قليلة من استعادة السيطرة عليها. المزيد في التقرير التالي. بعد نحو 7 سنوات من سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة على أرض بلدة الهبيط، الآن عادت إلى يد الجيش السوري بعدما نجح في دحرهم محققا تقدما يعتبر الأهم منذ بداية عملياته العسكرية قبل 3 أشهر. ولمعرفة خط سير المعارك وخطوط التمركز الجديدة بعد تطهير الهبيط، زار وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب البلدة بعد ساعات من تحريرها ليلتقي الجنود الذين شاركوا في عملية التحرير ليطلع بشكل ميداني ومباشر على واقع البلدة. فالهبيط تكتسب أهمية استراتيجية كبيرة نظرا لأنها البوابة المؤدية إلى ريف إدلب الجنوبي ومدينة خان شيخون، إضافة إلى قربها من الطريق السريع الذي يربط العاصمة دمشق بمدينة حلب الشمالية أكبر مدن البلاد. ورغم الهدنة التي أقرتها مباحثات أستانا الأخيرة في محافظة إدلب، فإن الاشتباكات بين الطرفين أبت أن تتوقف ليستأنف معها الجيش السوري عملياته في المحافظة منتزعا السيطرة على تلك البلدة التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية المسلحة منذ عام 2012 ويقترب بذلك من مدينة خان شيخون. وضع ميداني على أشده، فمنذ نهاية إبريل الماضي وتتخذ القوات السورية خطوات عسكرية لاستعادة السيطرة على إدلب، وتكثف القوات هجومها باتجاه الأجزاء الشمالية من محافظة حماة تحت غطاء الغارات الجوية والقصف المدفعي في الفترة الأخيرة، بينما ما زالت الجماعات الإرهابية المسلحة يتمركزون في الجيب الشمالي الغربي من البلاد الذي يشمل معظم المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية. وقع انفجار ضخم بمخزن للأسلحة بمنطقة أبو تشير جنوبي العاصمة العراقية بغداد. وقالت قيادة عمليات بغداد إن الانفجار أسفر عن سقوط قذائف في المنطقة الخضراء ومحيطها. هذا وقد أطلقت السفارة الأمريكية في بغداد صافرات الإنذار بسبب سقوط قذائف في محيطها. هذا ولم تشر قيادة عمليات بغداد عن وقوع إصابات بسبب الانفجار.
هذا وأعلن مصدر أمني عراقي في جهاز مكافحة الإرهاب مقتل 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي وضبط 6 آخرين في محافظتي ديالى والأنبار. وقال المصدر إن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزال جوي على عدة مناطق في العراق، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تمكنت من قتل 8 عناصر من داعش في منطقة الرضبة بالأنبار وعنصرين في ديالى. وأضاف المصدر أن قوة أمنية أخرى اعتقلت 5 عناصر إرهابية وقياديا بارزا في داعش بمنطقتي الكرمة والدولاب في الأنبار. جدد الطيران الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية، وأعلن الجيش اللبناني أن 3 طائرات حربية إسرائيلية نفذت طيرانا دائريا فوق بعض المناطق، فيما غادرت جميعها بعد ذلك الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة. أشاد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بموافقة الحكومة البريطانية على المشاركة في حماية السفن بمياه الخليج العربي. وأضاف بولتون في تصريحات له من لندن أن واشنطن ستجري محادثات مكثفة مستقبلا مع بريطانيا حول إيران، معربا عن أمله أن تكتشف الدول الموقعة على الاتفاق النووي حجم الانحرافات فيه على حد تعبيره. من جانبها أكدت السلطات العراقية رفضها مشاركة أي قوات أجنبية في حماية الملاحة بمنطقة الخليج العربي. وشدد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم على أن دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج، مشيرا إلى أن وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أمن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها وليس مسؤولية القوات الأجنبية. وأكد ظريف مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن القوات الأجنبية تمهد لزعزعة أمنها. قال النائب الأول لرئيس إيران إسحاق جهانجيري إن بلاده مستعدة للوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة للاتفاق النووي. واتهم المسؤول الإيراني الجانب الأمريكي باتباع سياسة خلق عدم الاستقرار في المنطقة، مضيفا أن العقوبات الأمريكية تسبب مشكلة كبيرة. من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أنه لا يوجد حتى الآن أي اقتراح مهم من فرنسا بشأن تنفيذ أوروبا التزامها في الاتفاق النووي، ما نفيا ما تردد مؤخرا بهذا الخصوص. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ناقش خلاله العلاقات التجارية وقضايا الأمن العالمي. وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن جونسون ناقش مع ترامب آخر التطورات في ملف خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قد أبلغ المسؤولين البريطانيين أن الرئيس ترامب يريد خروجا بريطانيا ناجحا من الاتحاد تسانده واشنطن اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين. اتهمت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا السياسيين في بلادها بعدم القدرة على الحكم في ظل الأزمة المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشارت تقارير صحفية بريطانية أن الملكة إليزابيث كشفت عن رأيها خلال اجتماع خاص، وصفة هذا الرأي بأنه أعنف تعليق سياسي من جانب ملكة بريطانيا طوال فترة حكمها.
دعت الحكومة اليونانية الاتحاد الأوروبي لتقاسم أعباء المهاجرين بشكل أكثر عدلا، وقالت الحكومة اليونانية إنها استنفدت طاقتها حول قضية المهاجرين داعية الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام 2016 لتقليل عدد المهاجرين، مشيرة إلى أن تعداد المهاجرين واللاجئين الكلي على جزر إيجا تخطى 20,000 بما يمثل زيادة نسبتها 17% خلال أسابيع قليلة. بولιτική ασφάλεια να προσφέρουμε καλή δημόσια υγεία σε αυτούς που τη χρειάζονται. Και ακριβώς αυτή η ισχυρή ανάπτυξη υπογραφή εκεί που ανήκει. تقرر الأحزاب السياسية الإيطالية خلال اجتماعها على مدى يومين موعد إجراء اقتراع سحب الثقة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي. يجتمع المتحدثون باسم مختلف الكيانات السياسية في مجلس الشيوخ الإيطالي، بينما سيجري اجتماع آخر في مجلس النواب غدا الثلاثاء. نتابع. حالة من الغموض تحيط بالمشهد السياسي في إيطاليا بعد أزمة حكومية مفاجئة. تشتت الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا منذ 14 شهرا دفع ماتيو سالفيني زعيم الرابطة أحد شركاء الائتلاف الحاكم والذي يشغل منصب وزير الداخلية الإيطالي إلى أن يدعو لتنظيم انتخابات مبكرة أو تشكيل حكومة تكنوقراط. قرار سالفيني المفاجئ أثار غضب رئيس الحكومة جوزيب كونتي، كما لم يتوقعه حليفه السابق لويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم الذي اتهم سالفيني بتجاهل مصالح إيطاليا بسبب استطلاعات الرأي التي تصب في مصلحته. حالة من الغضب لم تمنع وزير الداخلية من تجديد الضغوط وصولا إلى التصويت على مذكرة لحجب الثقة عن حكومة كونتي في مهلة أقصاها 20 أغسطس وتنظيم انتخابات مبكرة. سالفيني الذي فاجأ خصومه في خضم العطلة الصيفية دعا جميع نواب حزبه إلى قطع عطلتهم والعودة إلى روما من أجل إعداد حزمة سياسية قبل عودة المؤسسات الرسمية إلى مزاولة عملها تحسبا لأي تحرك سياسي، خاصة أن المعسكر المعارض له بدأ بتنظيم نفسه في روما. كما أن احتمال بقاء حكومة كونتي يبقى قائما، حيث يمكن أن تدعمها حركة خمس نجوم صاحبة الأغلبية في غرفتي البرلمان وأحزاب من خارج التحالف الحاكم المنهار مثل الحزب الديمقراطي ونواب آخرون. كما يمكن أن يكون خيار استبعاد تصويت مبكر المفضل لدى الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي يتمتع وحده بصلاحية حل البرلمان، حيث يعارض تنظيم انتخابات مبكرة في إيطاليا لتزامنها مع انشغال الحكومة بالتحضير لموازنة العام المقبل. صنفت الشرطة النرويجية الهجوم على مسجد مركز النور الإسلامي في أحد ضواحي العاصمة أوسلو عملا إرهابيا، هذا ونفى المشتبه فيه في إطلاق النار كل الاتهامات الموجهة إليه، وكانت الشرطة النرويجية قد أكدت تعرض شخص لإصابة طفيفة في الحادث. اشترت حكومة نيوزيلاند أكثر من 10,000 قطعة سلاح ناري في أقل من شهر كجزء من خطة إعادة شراء الأسلحة بعد مجزرة مسجدي كرايست تشيرش في مارس الماضي. وأطلقت حكومة نيوزيلاند منتصف يوليو الماضي خطة مدتها 6 أشهر لشراء الأسلحة نصف الآلية من المواطنين في إطار إجراءاتها لمنع تكرار مجزرة المسجدين، حيث خصصت السلطات 208 ملايين دولار نيوزيلندي للتعويض أصحابها هذه الأسلحة بما يصل إلى 95% من ثمنها الأصلي، وأمالتهم حتى 20 ديسمبر المقبل لتسليمها. أعلنت الحكومة الأسترالية إنفاق 500 مليون دولار أسترالي في إطار تحسين قدرات قواتها الخاصة، ذلك ضمن خطة تبلغ تكلفتها 3 مليارات دولار وتستمر حتى
حتى 20 عام، مشيرة إلى أنها ستتيح تحسين الرد على التهديدات الأمنية في الداخل وأيضا في الخارج. وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أنه من مصلحة أستراليا أن تكون منطقة المحيط الهندي الهادي مستقلة وذات سيادة، حيث يمكن لكل دول هذه المنطقة التحرك بحرية وفقا لسيادة القانون. أصدرت الإدارة الأمريكية قانونا جديدا من شأنه السماح للمسؤولين الفيدراليين برفض منح المهاجرين وثائق إقامة دائمة أو بطاقات خضراء لغير القادرين ماليا. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب أن يكون المهاجرون متمتعين بالاكتفاء الذاتي من الناحية المالية من أجل تأمين الامتيازات للمواطنين الأمريكيين. هذا ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القانون رسميا في 15 من أكتوبر المقبل. ويسعى ترامب منذ توليه السلطة إلى الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة كإحدى أهم أولويات برنامجه الانتخابي. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن دكتور ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور ماك أهلا وسهلا بك وكل عام وأنت بألف خير. أبدأ معك يعني من هذا القرار الذي تم الإعلان عنه، أو دعنا نقول القانون، والذي يخص رفض منح وثائق إقامة دائمة أو البطاقات الجرين كاردز، البطاقات الخضراء للمهاجرين غير القادرين. أولا يعني ما الذي يعني هذا القرار وكيف سيتم تطبيقه؟ هو الموضوع طبعا في منتهى الأهمية، وأثار بالتأكيد الكثير من المخاوف من الجاليات العربية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، فالموضوع فعلا جدا مهم. ولكن هو ليس قانون جديد أصدرته الإدارة الأمريكية أو الكونجرس الأمريكي، هو الرئيس دونالد ترامب يستند إلى قانون الهجرة اللي صدر 1882، واللي بيسمح للحكومة الأمريكية برفض منح التأشيرة لأي شخص يصبح عبء على المجتمع الأمريكي أو حق الإقامة الدائمة المسمى جدلا بالجرين كارد. فالرئيس دونالد ترامب كان دايما بيتشدق الهجرة غير الشرعية، وإذا أردت أن تأتي الولايات المتحدة الأمريكية فلتأتي بطريقة شرعية، وتبدأ مطاردات الآن للمهاجرين غير الشرعيين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية وحفلات القبض عليهم. ولكن تبين الآن نيته أنه الآن يستهدف المهاجرين الشرعيين أيضا، هو يريد أن يغير من نوعية المهاجرين الذين يأتوا الولايات المتحدة الأمريكية، كما قال في تصريحاته العنصرية أنه يريد البيض القادمين من أوروبا، وأصدر مثال لدولة فنلندا، وقال على المهاجرين الذين يأتون من دول يعني، وأصدر رفض غير مستصغ أن أقوله على الهواء في شاشاتكم على الدول الأفريقية والدول الفقيرة. وأعتقد أنه يريد أن يلغي الهجرة بالقرعة العشوائية اللي هي اللوتري، وأيضا يريد أن يكون المهاجرين الولايات المتحدة الأمريكية على أساس النقاط زي أستراليا وزي كندا، ويريد أن يأتي الولايات المتحدة الأمريكية من يضيفون إلى المجتمع الأمريكي، وهو ينسى أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مهاجرين، وأن قائمة على المهاجرين الذين يأتوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فهو بالتأكيد وهي بنيت يعني على يد مهاجرين. بالضبط، جد ترامب أتى إلى الولايات المتحدة الأمريكية مهاجر، وهو من الجيل الثالث للولايات المتحدة
لهذه العائله التي هاجرت. زوجته معه ابوها، وزوجته السيده ميلانيا السيده الاولى مهاجره جاءت من شرق اوروبا، ومعه ابوها حصل على جرين كارد في سبتمبر العام الماضي من خلال البرنامج الذي يريد هو الان ان يعطله او يلغيه، وهو ان يكون الحق لصاحب الحق الاقامه الدائمه او الامريكي المجنس ان ياتي باولاده وياتي بامه وابيه، فهو يريد ان يقصر الدخول الولايات المتحده الامريكيه من خلال العائله، وهو برنامج اسمه لم الشمل، استطيع ان اتقدم لاخي او اختي، بياخد وقت طويل من 9 ل 12 13 سنه، ولكن هو يريد ان يلغي الكثير من هذه الاجراءات، وبالتاكيد لا يستطيع ان يسن قانون جديد لان الكونجرس الامريكي ذو اغلبيه ديمقراطيه وتقف بالمرصاد بالتاكيد لهذه الخطط العنصريه للرئيس دونالد ترامب الذي يريد ان يرسخ من العنصر الابيض في الولايات المتحده الامريكيه، فاعتقد ان شعاره دعنا نجعل أمريكا قوية مرة أخرى ودعنا نجعل أمريكا بيضاء مرة أخرى، فأعتقد أنه يعني ينضح بالعنصرية. نرجع بقى للقانون اللي بيهتم به الكثير، القرار الذي يهتم به الكثير الآن من المهاجرين المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية. كيف سيتم تطبيق القرار دكتور ماك؟ ويعني هل سيتم تطبيق القرار على من دخلوا بالفعل؟ يعني سيتم إعادة فحص من لديهم حسابات بنكية أو من ليس لديهم يعني غطاء مادي مقبول أو معقول؟ وما هي الحدود يعني للاكتفاء المادي التي أشار إليها ترامب؟ هل توضحت من خلال الإجراء الأخير؟ أنا هقول لك برضو، يعني هي إجراءات الهجرة من قديم الأزل ومن قبل ترامب وفي ظل أوباما وفي ظل بوش وفي ظل كلينتون أيضا، قانون الهجرة أما بتستدعي حد إلى دخول الولايات المتحدة الأمريكية بيبقى في حاجة اسمها affidavit of support، يعني من سوف يقدم له حق المجيء الولايات المتحدة الأمريكية يتقدم بتعهد للدولة الأمريكية والإدارة الأمريكية أنه مسؤول ماديا عنه، فإذا استقضى من المساعدات البابليك العامة في الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع الحكومة أن ترجع على الضامن الذي وقع على هذا الضمان، فهذا شيء موجود أصلا. هو بيقول من يوم 15/10 هيكون من ضمن مصوغات موافقة الإدارة أو رفضها لإعطاء حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى إعطاء الفيز المختلفة أن يكون هناك هل هذا الشخص أخذ من المساعدات العامة أم لا؟ والمساعدات العامة هنا فيها نوعين على فكرة، عشان برضو ناس كتير النهاردة بدأت تشعر بالذعر. المساعدات العامة اللي هتؤثر على قرار إعطائه الجرين كارد من عدمه هي المساعدات المالية، الكاش اسيستنت اللي هو يطلب مال من الحكومة تعطيه مساعدة مالية، السوشيال سيكيورتي سبلمنت انكم اللي هو المعاش الخاص للذين لا يقدرون على العمل ولم يكن لهم معاش ولهم يعني ما اشتغلوش في الولايات المتحدة الأمريكية فبياخدوا مساعدة، أو التأمين الصحي، وده بالتأكيد هيضر ناس كتير جدا من المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية واللي هو الميديكيد، وهو الحصول على التأمين الصحي لعدم القدرة المالية. المساعدة الأخيرة اللي هي المساعدة في السكن اللي هي بيسموها في أمريكا جدلا سيكشن 8، أو أن الحكومة تساعد الناس في دفع دفقات. هل نفهم من ذلك أن من حصلوا على مساعدات من الحكومة الأمريكية سيكونوا من ضمن من سيتم اعتبارهم غير مكتفين ماديا؟ هو الفكرة، هو ما قالش أن هو هيبقى أو لأ، يعني اذا خدت المساعدات ده مش هيبقى رفض للجرين كارد بتاعك، هو هيكون في تيست، هيكون في اختبار هيقدم في الاوراق، يعني يعمل ستيتمنت من ضمن مصوغات الرفض او القبول هل حصل على مساعدات ولا. هم عاوزين يقولوا ان المهاجر اللي جاي ده اذا كان فقير لا يقدر على يعني على العمل في بلده وهاجر الولايات المتحده الامريكيه هناك الكثير من فرص العمل فليعمل وليكتفي ذاتيا. اللي حي يعني يرفض العمل ويستند الى القوانين الاجتماعيه الممتازه في الولايات المتحده الامريكيه ويستقضي المساعدات بدون وجه حق، ده هيكون من مصوغات رفض طلبه للجرين كارد او حتى للجنسيه في المستقبل. الخدمات بس اللي هي لا تخضع لهذا الموضوع عشان برضو الناس ما تخافش وتروح ما تطلبش هذه الخدمات، وهي خدمات مهمه جدا للاطفال. خدمه اسمها الويك، WIC الويك، هي خدمه اللي بيخلف طفل في الولايات المتحده الامريكيه وما عندوش مقدره ماليه بيتقدم، الحكومه بتديله كل شهر شيكات يصرفها من محلات البقاله اكل وعيش وعصير ولبن اطفال و فهذه الخدمه لا تؤثر على
وضع الهجره. طيب. الخدمه الثانيه التي لا تؤثر هي خدمه اللجوء. عفوا يا فندم الموضوع ده في منتهى الاهميه، انا جاني اكثر من 100 تليفون قبل ما تطلع اطلع معاك على الهواء. خدمة اللجوء، من تقدم الأسايلم أو تقدم إلى اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا يندرج تحت التأثير السلبي لهذه الخدمات الصحية. الخدمة الثالثة والمهمة هي التأمين الصحي على الأطفال. يعني أنت ومراتك ما تقدموش على الميديكيد، لكن قدم لأولادك، لأن الأولاد معفيين من التأثير السلبي لهذا القرار الذي يريد أن يطبقه الرئيس دونالد ترامب، وهيتم تطبيقه من يوم 15/10 السنة دي 2019. طيب. فأعتقد أن يعني لا 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 داعي للذعر. إذا كنت لديك أطفال قدم على التأمين الصحي لهم، قدم على الويك اللي هو المساعدة الغذائية للأطفال، قدم إذا كنت لاجئ. طالما ماذا؟ يعني طالما لدي غطاء يعني بحسابات أو أرصدة بنكية معينة، أم طالما لدي وظيفة معينة تؤمن لي دخل، يعني ما هو الذي يؤمن المهاجر يعني المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية من اعتباره غير مكتفي مادياً وبالتالي حرمانه من البطاقة الخضراء؟ هو في جدول في الولايات المتحده الامريكيه اسمه البافرتي جايد لاينز. البافرتي يعني حد الفقر في الولايات المتحده الامريكيه هو تقريبا للفرد 19,000 في السنه. يعني اللي بيعمل اقل من 19,000 في السنه من حقه ياخد المساعدات اللي هو بنتكلم عنها. اذا كان فرد واحد، اذا كان فردين بيزيد العدد، اذا كان عنده طفل بيزيد العدد، اذا كان وصل لغايه 5 أطفال بيزيد العدد، ممكن يوصل الى 50,000 دولار في السنه ويستحق مساعدات ماليه. ولكن الاطفال مستثنين فيما يتعلق بالتامين الصحي من هذا الشيء، و يعني اشتغل اللي موجود في الولايات المتحده الامريكيه وتستطيع انك انت تعمل، اشتغل وما تقدمش على الخدمات الصحيه، لان ده ممكن فعلا تعيق انك تاخد الجرين كار او انك تاخد الجنسيه في المستقبل. اذا كنت لا تستطيع فعلا العمل ولديك ظروف صحيه، في بالتاكيد في استثناءات في هذا الامر، فهو ما بيقول هيعمل يعني تيست، التيست ده بيشوف كامل ظروف كتقييم، وبالتالي هو يستطيع ان يحكم من يحق له ومن بالفعل لديه عائق امام الاكتفاء ماديا. اشكرك جزيلا ضيفنا عبر سكايب من واشنطن دكتور مك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. صرح مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران أنه تقرر تعليق رحلة الشركة المتجهة إلى هونغ كونغ والتي كان من المقرر تسييرها من مطار القاهرة مساء اليوم الاثنين لحين إشعار آخر. يأتي تعليق الرحلة للأحداث الراهنة والاضطرابات التي تشهدها مدينة هونغ كونغ وإلغاء السلطات المسؤولة هناك لجميع الرحلات المتجهة من وإلى مطار هونغ كونغ الدولي. أعلنت سلطات مطار هونغ كونغ أنها تعمل على إعادة جدولة الرحلات الجوية غدا الثلاثاء بعد توقفها اليوم، موضحة أن حشودا كبيرة من المتظاهرين بدأوا في مغادرة المطار. يأتي هذا فيما واصل المتظاهرون احتجاجاتهم على التزام حكومة هونغ كونغ تمرير قانون تسليم المطلوبين للصين، وقد استخدمت الشرطة قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين من أماكن الاحتجاج. وصلت قوات الأمن الهندية إغلاق معظم مدينة سيرانجار أكبر مدن إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان بالتزامن مع عيد الأضحى لمنع خروج أي احتجاجات كبيرة على قرار ألغى الحقوق الخاصة للإقليم. ويتصاعد الغضب في إقليم كشمير الذي تطالب باكستان أيضا بالسيادة عليه بسبب تحرك الهند الأسبوع الماضي للحد من استقلالية ولاية جامو وكشمير بما يشمل حظر شراء العقارات على غير المقيمين بالولاية. اتهم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو والجمعية التأسيسية بالسعي لحل البرلمان أو الدعوة لانتخابات تشريعية قبل موعدها المقرر في العام 2021. وصف غوايدو ما يجري بالمهزلة مشيرا إلى أن نظام الرئيس نيكولا مادورو لا يرضعه شيء.
وأوضح أن الدعوة لانتخابات غير قانونية وملاحقة نواب قضائيا هما من بين الإجراءات التي يحتمل أن تتخذها الجمعية التأسيسية. Porque ellos saben lo que está pasando a lo interno, porque ellos también quieren ponerse del lado de la Constitución. La burocracia, nuestros empleados públicos, está siendo secuestrada por la dictadura, está siendo secuestrada por el régimen. O no los obligan a ponerse una franela para ir a marchar. ومشاهدينا الكرام، إلى هذا النبأ العاجل، حيث أفاد موفد أكسترا نيوز باختتام أعمال اجتماعات القاهرة بين وفدي الجبهة الثورية السودانية وقوى الحرية والتغيير، كما أشار موفدنا إلى أنباء عن التوصل لتفاهمات حول أهم النقاط الخلافية بين الجانبين. يأتي الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها مصر لحل القضايا الخلافية بين الأشقاء بالسودان. We'll be right back.
بهذا نبع العاجل نصل إلى ختام النشرة الإخبارية، وإليكم تذكير بأهم ما ورد فيها من أنباء. الرئيس السيسي يؤكد أن الشباب هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارا وسلام. قوى إعلان الحرية والتغيير الثورية السودانية يختتمان اجتماعاتهما في القاهرة. واليونان تدعو الاتحاد الأوروبي لتقاسم أعباء المهاجرين بشكل أكثر عدلا. مشاهدينا الكرام، كانت هذه كل أخبارنا للساعة، لكن دوما يمكنكم متابعة المزيد عبر موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا لكم، وكل عام وحضراتكم دائما بألف خير.